عندي سمك بلطي، بصل وتوم، كمون، شبت وكزبره، فلفل حار وفلفل الوان وعصير ليمون وبهارات سمك وكرات، كرفس وزعتر وزماني، شرايح ليمون، كزبره ناشفه، ملح وفلفل، وعلى على الوش الطحينه. طيب ليمون، زيت زيتون، خش يا استاذ جمال محدش شايف، ملح، فلفل، ثوم. نعم، يعني طيب انت كده حاسس، عرفت اللي انا فيه، فلفل حار، كزبرة خضرة، كمون، بهارات عم ابو طلال، شوية زعتر. حلو الكلام ده يا باشا، اهو خدنا ملح وفلفل وكمان شوية ثوم، يلا عشان ايه تبقى كل حاجة مزيزة. هي مش كاتباهم في النص بس يلا مش خسارة فيها. البصلية على النار، وادي التوابل بتاعتي، كرفس والكرات، وادي كزبرة، شبت حبيبي، شبت قلبي وشبت روحي، زعتر، بهارات، كمون، بهارات سمك، والسلطان بيبر والليمون. نطلع بالسمك بقى، كفاية. الله 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 الله، ايه ده؟ معقولة؟ ماشي. هوبا، هعمل ايه وياك ده اللي انت ايه نسينا. ابص لك من الشباك ترجع لي في التراسينا. ما عادش في حد بيعمل تراسينا دلوقتي ولا حاجات زمان الحلوه دي. حبة طحينة، الله الله اللهم صل على النبي.